كشف الفنان عبد الرحمن جلطي عن ظروف إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعلاج المكثف في مصلحة الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة لعدة أيام قبل أن يتعافى من المرض. وفي تسجيل قدم الفنان جلطي لمتابعيه بعض النصائح الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وضرورة عدم التهاون أو التراخي في أخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابة بالوباء. وطمأن الفنان والمغني عبد الرحمن جلطي محبيه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنه غادر المستشفى. وكشف الفنان جلطي خبر إصابته عبر حسابه الخاص على فيسبوك وقال: أشكركم أخوتي على الرسائل التي أرسلتموها للإطمئنان على حالتي الصحية. وطمأن جلطي كل متابعيه ومحبيه على حالته قائلا: مر الأسوأ وغادرت المستشفى، وسوف أصور فيديو لأطمئنكم أكثر على حالتي الصحية. وقد شدد صاحب أغنية حبيت أنا نكبر معاك على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والنصائح لتفادي الإصابة بالفيروس.